يا اهلا 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 وسهلا ببنت الغاليه. اهلا اهلا بجوز بنتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج، ده انا اتشرف ابقى بنتك. استلم يا حاج، سهامه اهي امانه بين ايديك. هتوصيني على بنتي؟ على خير الله، ما دام سلمتها لك افوتك انا واروح شغلي. ما انت قاعد يا عريس. عريس ايه بس يا حاج، والعروسه نازله الشغل. يا سيدي العمر قدامكم، وبكره ان شاء الله تعوضوا كل اللي فاتكم ان شاء الله بالاذن. سلام عليكم. مع السلامه. الف سلامه. الله يسلمك. اتفضلي يا سهام، اتفضلي اقعدي. يا اهلا وسهلا، والله ليكي وحشه. انت اكتر يا حاج. تحبي تبتدي شغلك من دلوقتي؟ من قبل ما نمضي العقود اللي اتفقنا عليها. ايه مش مأمنال يا سهام؟ ماشي يا ست براحتك، شوفي شغلك وانا هخلي المحامي يجهز لك عقد حسب اتفاقنا، 2% من كل مشروع تتولي مسؤوليته بالاضافه للمرتب الشهري بتاعك. كده اقوم اشوف شغلي. يا ترى ايه الخطوات اللي تمت لغايه دلوقتي؟ عادي بس، مشروع الابراهيميه عند المهندس شامل، ومشروع برج الاماني عند المهندس امجد، بس لسه ما خلصوش. طب وباقي المشاريع؟ اعتقد انهم كانوا 4. متعطله على الاتفاق النهائي وتوقيع العقود، وبصراحه انا اللي معطلهم عشان ما ازنقش نفسي، هما خلاص وافقوا على العطا بس لسه القرار النهائي. مفيش زنقه ولا حاجه باذن الله يا حاج. بلاش الحماس الزايد بتاعك ده يا سهام، دول 4 مشاريع حلوين، كفايه علينا 2 منهم. وتسيب الاتنين التانيين يطيروا من ايدك؟ امال اورط نفسي؟ اهو اي حد ياخدهم من الباطن ياكل فيهم عيش. المهم الاول امضي العقود واضمنهم في ايدي، وبعد كده اديهم لاي شركه صغيره يعملوهم باسمي. نتكلم بصراحه يا حاج، انا ممكن الاقي الشركه واضمن لك الدقه والتسليم في الميعاد، بس اعرف الاول انت عايز ارباح قد ايه من المشروعين. النص بالنص من الارباح واحنا ورزقنا. لا، تلت والتلتين كفايه انك انت مش هتفكر فيه وهتاخد ارباحك من غير تعب مقابل اسم الشركه. موافق يا سهام، بس مين بقى اصحاب الشركه دي؟ ها؟ لا انا لسه هدور عليهم ولما هلاقيهم هقول لك. المهم تكون انت خلصت ومضيت العقود النهائيه. والله انا خايف من حماسك الزايد ده يا سهام. ما تخافش يا حاج، انا هبذل اقصى جهد عندي عشان اضمن سلامه المشاريع زي ما تحب. وهتاخدي عموله من الشركه التانيه؟ انا هعمل اي حاجه عشان اكسب فلوس حلال. عاوزه تبقي غني؟ مش عايزه احتاج لحد، مش عايزه مصيري يرتبط باي راجل سواء كان جوزي او حتى ابويا. عاوزه اسالك سؤال لكن محرج شويه، انت مش حاسه بالامان مع جوزك نهائي؟ لا أمان ولا مستقبل، مرحلة هعيشها بإخلاص وهستغل كل الظروف عشان أضمن مستقبلي ومحتاجش لحد. يعني إيه تستغل كل الظروف؟ يعني كل الظروف، المهم أكسب فلوسي بالحلال. أظن دي حاجة ما تزعلش حد، المهم إن محدش يستضعفني زي أبويا.